طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية من العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: ميليشيات مسلحة تخطف محامي وولده في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. أما في العنوان الثاني لهذه الحلقة: أمانة بغداد تزيل محلات الباعة المتجولين في منطقة العلوي. وإلى العنوان الثالث: غرق قرى محافظة ديالى بعدما غمرتها مياه سيول الأمطار. وفي العنوان الثالث أو الرابع: مواطنون عراقيون يطلقون حملة لإثبات زيف ادعاء محافظ البنك المركزي حول تلف 7 مليارات دينار بسبب مياه الأمطار. ومن العناوين إلى التفاصيل، ومع الخبر الأول: من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع بغداد، استطاعت إحداها من تسجيل لحظة قيام ميليشيات مسلحة بخطف محامي وولده في منطقة الكرادة في بغداد، وبالتحديد في شارع الصناعة. فلنشاهد المقطع. هذا حال العاصمة بغداد، فكيف حال المحافظات الأخرى؟ تزداد ظاهرة سرقة حقائب النساء من خلال لصوص الدراجات النارية. المقطع التالي، والذي سجل من خلال كاميرات المراقبة أيضا في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد، فلنشاهد. لا صورة شنو قدر الفيديو يا ابني. لا صبر بالله، ايش اسمه؟ اي خطيه مجرحة. مع الأسف المقطع التالي ليس في الشارع أو في مكان آخر، ولكن من جامع هيبة خاتون في الموصل. كذلك ومن خلال كاميرات المراقبة التي صورت لحظة سرقة 12,000 دولار من أحد المواطنين خلال الوضوء، فلنشاهد. صالح بين انتبه الحجي رفع عينه داخل يوم قبيلة. هذا الحال في المساجد، يعني ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة في العراق يدلل على غياب الأمن وغياب القانون. إلى تفاصيل الخبر الثاني أعزائي المشاهدين، أمانة بغداد تلاحق الفقراء الذين يعتشون من البسطيات بسبب عدم توفر الوظائف وتفشي أزمة البطالة والفقر في العراق.
تدمرها برفقة القوات الحكومية، وناشطون يتساءلون لماذا لا يتم تطبيق القانون على المتجاوزين من المسؤولين على أموال الدولة وممتلكاتها من الفاسدين والمسؤولين والحيتان الكبار، ولماذا يطبق فقط على المواطن البسيط؟ المقطع التالي من منطقة العلاوي في العاصمة بغداد. ارتفاع نسب الفقر والبطالة وارتفاع نسب الفساد في العراق يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن لقمة العيش وسط النفايات. المقطع التالي صوره أحد المواطنين ويتحدث عن عام النظافة يعتاش على بقايا الطعام من النفايات بسبب ضنك العيش وقلة الرواتب في بلد يطفو على بحر من النفط. المقطع التالي من محافظة المثنى فلنشاهد. من يوصل الحال بعامل البلدية يلم من الزبالة اللي شامرتها الناس وياكل من عدها، فقره على العراق السلام. إلى تفاصيل الخبر الثالث، مقطع مصور يوثق حال القرى التي غمرتها مياه السيول في محافظة ديالى وسط إهمال حكومي متعمد وواضح. وبينما تغض الطرف الحكومة عن غرق مدن وقرى ومحافظات العراق، يعبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ومحافظ البصرة عن استعدادهما لمد يد العون لدول مجاورة غمرتها مياه السيول. فلنشاهد. هذا حال قرى محافظة ديالى.
كركوك ليست بأحسن حال من ديالة والبصرة وغيرها من المحافظات. المقطع التالي يوضح غرق نفق التسعين في مدينة كركوك بسبب سوء شبكة صرف المياه وتراكم مياه الأمطار بداخله، فلنشاهد. الطرفة والتهكم تجدها عند العراقيين حتى في أصعب الأوقات وأحلك الأوقات. مجموعة من الشباب في البصرة وبطريقة تهكمية يستعدون لمواجهة الأمطار المتوقعة هطولها اليوم وغدا، سوف يستقبلونها أو استقبلوها في هذا المقطع التالي بهوسات شعبية مع أدوات التنظيف في مبادرة منهم لسد الفراغ الحاصل في غياب الجهات الحكومية المعنية عند غرق الشوارع، فلنشاهد معا. إلى تفاصيل الخبر الرابع، ونبقى في إطار التهكم على الواقع المر الذي يعيشه العراق. مواطنون وناشطون عراقيون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من إعلان محافظ البنك المركزي العراقي تلف 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 6 ملايين دولار تقريبا، داخل مصرف الرافدين جراء الأمطار في عام 2013. بعد حديث المحافظ علي العلاق أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي بأن 7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100%. حملة غرق فلوسك جاءت للرد على هذه التصريحات، فنشاهد تجربة قام بها أحد المواطنين بعدما قام بغسل العملة العراقية بالماء وبدهن السيارات أو زيت السيارات وبالمنظفات، فنشاهد. هذا 1000 دينار عراقي، هذا 1000 دينار. عم نشوفكم الشعب العراقي شلون الحكومة الفاسدة شلون تستخف
بالشعب العراقي وشلون تسرق 7 مليار تلفت بالمطر يقولون، شلون طب المطر بالخزينة؟ شنو؟ بعبوية سحر الليل طنطار زين، هذا 1000 دينار عراقي شوفوا زين، هذا قرب البث عليه يا أخوي، هذا مي راح نذبه بالمي، ها نقول امطرت الدنيا، امطرت يا أحبائي يا أعزائي يا وزير المالية يتضحكون على الشعب العراقي، امطرت مي، هذا يعني هذا مو مي؟ هذا مو مي؟ خمسة هذا يوم أنا ذبنه هذا مو مي؟ صار بي شيء؟ هذا الألف نقول هذا مطر، نقول امطرت طين، هذا طين امطرت طين، امطرت طين هذا قرب البث عليه قرب البث عليه، هذا مو الألف امطرت طين، هذا الألف بي شيء؟ يا وزير المالية يا مدير مصارف الرافدين، مطر رب العالمين مطر طين وسيل الله جابه قبل وقع على الخزينة مع المصرف، هذا هسه من الطين بيشي ما بيشي، نقول امطرت زاهي امطرت الدنيا زاهي، يا وزير المصارف يا وزير المالية يا 7 مليار بالمطر هاي امطرت زاهي، الدنيا امطرت بالعراق زاهي، امطرت زاهي نقول هذا الألف امطرت زاهي بيشي، امطرت الدنيا زاهي، يا وزير المالية يا وزير المصارف يضحكون على الشعب العراقي 7 مليار راح بالمطر، هاي امطرت زاهي، نقول امطرت دهن مال سيارات هذا دهن امطرت رب العالمين مطر دهن امطرت دهن مال المحركات، الدنيا امطرت على المصرف الرافدين بيشي الأليم بيه هذا نقول امطرت تيزاب، الدنيا امطرت تيزاب يا رئيس الوزراء هذا تيزاب ارتح رقديه وين العلف امطرت تيزاب يا رئيس وزراء قرب البث هذا تيزاب بيشي العلف امطرت تيزاب العلف ما بيشي امطرت دهن محركات العلف ما بيشي امطرت طين العلف ما بيشي هذا زين شو تمطرونها بعد غضب على روسكم 7 مليار تقولون بالخزنه راحت هسه ذبينا تيزاب وذبينا قعداي وذبينا طين على هذا العلف ابسط شيء راح صار بيشي يا شعب العراقي هذه التجربه لوحدها تكفي لتفنيد مزاعم محافظ البنك المركزي على العلاق أحد الأطفال في العراق قام بغسل أوراق من العملة العراقية كذلك في الغسالة هذه المرة ليفند مزاعم علي العلاق محافظ البنك المركزي الذي ادعى تلف 7 مليارات دينار بسبب مياه الأمطار فنشاهد هاي الفلوس ندعناهم فان ساكن نحن نغسلهم بالغسالة عشان تجربة جميلة وتستحق كل الاحترام تجربة أخرى لمواطن عراقي آخر يؤكد فيها بأنه وضع أوراق العملة العراقية ليومين كاملين ولم تتلف العملة فكيف بالتي تم خزنها داخل خزنات
مصرف الرافدين، خصوصا بأن علي العلاق أكد بأن نسبة التلف وصلت إلى 100%. فلنشاهد. السلام عليكم عيني وشخباركم وصلكم بخير. بالنسبة لمحافظ البنك المركزي يقول 7 مليارات نزل ماي عليها من فوق وراهن. شوف هاي الفلوس حق لا إله إلا الله، من يوم سمعت الخبر لهسه نجحهم بالماي. أبدا شوف شون يتلف هاي الفلوس، شقيقات بيهن شي، شو تشوفون بيهن شي انتو؟ السيد الحلبوسي فرحان يقول له تلف يعني تلف عام، كل المريحات ما يفيدن، تلف 100%. أبدا شوف شلون يخربون إذا فلوس طاع عليه الماي. هاي الفلوس عيني، كافي 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 عيني، كافي كافي فوق من الشعب هذا المسكين. إلى فقرة رأيكم، حيث أثار تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول أن راتب النائب لا يكفي لدفع الإيجار، ولهذا تم تخصيص 3 ملايين دينار بدل إيجار لكل نائب في البرلمان. أثار هذا التصريح يعني غضب العراقيين. في البداية نشاهد تصريح محمد الحلبوسي. بما يخص الإيجارات، يعني مثلاً سمعت حديث بالإعلام عن هذا الأمر، وبصراحة أي استهداف المؤسسة التشريعية أمر مرفوض. يعني نائب يأتي من محافظة البصرة لتأدية مهام التشريعية في محافظة بغداد، برأيك وين يسكن؟ يعني هاي لا سؤال، يعني اعطيني حل، اعطيني حل. لا لا اعطيني حل، وين يسكن؟ وين أسكن؟ يسكن على حساب الراتب ممكن. بوين يسكن على حساب الراتب؟ زين وإذا راتبه ما يكفي؟ هذا استهداف بصراحة، أكو استهداف المؤسسة التشريعية دون في مواقع الحال. هذا التصريح أثار غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم بعضا منها على موقع فيسبوك فلنتابع. رافد كتب: ليش راتب النائب قليل حتى ما يكفي يدفع إيجار؟ لعد الموظف البسيط شي يسوي؟ منين يجيب الإيجار؟ اتقوا الله، كافي عاد دمرت الشعب. أحمد الركابي: من استلموا المناصب لحد هسة بس مشكلتهم الفلوس، والعالم بعدها غرقانة من أول مطرة شتوية، عساكم لا شبعتوا إن شاء الله. يقول عبد السلام: مجرمين، قال 3 ملايين للإيجار و15 مليون حمايات و10 ملايين راتب و2 مليون ضيافة وإلى آخره، غير السرقة والخمط. عباس فاضل غرد أو علق: 7 مليون إذا عنده ماجستير، و10 إذا عنده دكتوراه، و30 مليون للحمايات غالبا ما تخمط، كل هذا وراتبه ما يكفي. سيف علي: لعد الموظف العادي والمواطن الكاسب شلون دخل الشهر يكفي أن يدفع إيجار؟ يتساءل. سالم أبو علي: الله يساعد المتقاعد اللي راتبه 400,000 دينار شلون يكفيه مع الإيجار والعلاج؟ إلى فقرة هاشتاج. محافظ البنك المركزي علي العلاق وخلال جلسة البرلمان قبل يومين صرح أنه بسبب مياه الأمطار فقد تلفت 7 مليارات دينار عراقي. هذا الأمر أثار غضب العراقيين واتهموه بالكذب والسرقة. هاشتاج اليوم كان حول هذا الموضوع وبعنوان غرق 7 مليارات. اخترنا لكم بعضا من هذه التغريدات فلنتابع. صلاح عيسى غرد: البنك المركزي يطرح بأن الحادث قضاء وقدر، قضاء وقدر. الحادث نتيجة إهمال متعمد وعدم أخذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحفظ ممتلكات الشعب المهمة عند حدوث الكوارث والأزمات. كل الموجودين بالمصرف يجب أن يحالوا للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. عمر غرد: نعم غرقت المليارات، لكن في جيوبهم، كل معتاد مثل ما غرقت من قبلها مئات المليارات، يسرقونها بكل بساطة مع تبرير ساذج، لأننا بنظرهم مجرد شعب غبي
سافج. عبد السلام غرد: لم تحدث فيضانات ولا سيول وغرقت 7 مليارات، لو حدثت تسونامي لاختفى العراق من خارطة العراق. عجيب أمور غريب قضية. مصطفى البرزنجي: أشغال المجتمع بكذبه أو إشغال المجتمع بكذبة وطرحها على أنها حدثت يستعملها السياسيون كثيرا. اليوم في مجلس نواب علي العلاق أشغل الشارع بقصة وتناسوا فساد إجازة الشركات، فساد مزاد العملة، سرقة المخزون العراقي في البنوك الخارجية، فساد الامتثال الضريبي، فساد عقود البنك المركزي وإهدار المليارات على أنظمة ركيكة. فاصل ونعود إليكم. إلى فقرة ما بعد الهاشتاج، وكالة يقين سلطت الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة في العراق. نشاهد هذا التقرير. بالفعل متى يتوقف سفك دماء العراقيين؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.